في هذه الأثناء يصعب على العمالة الوافدة الحصول على قوت يومها بعدما أوقفت جائحة كورونا أعمالهم وعجزهم على شراء إفطارهم خلال شهر الكريم. لينا متاع 8 سنين هكي 8 سنين نديروا فيها كل سنة، وبدأت السنة هذه كبرين العدد حوالي 300 نفر تقريبا عسبة الكورونا والموضوع هذا، والناس ما عادش لقيت ما تخدم والحكاية المسكرة. هنا العمالة الوافدة يستعدون لتناول الإفطار بعدما تم إعداده من قبل رجال الخير لتخفيف العبء عليهم ومساندتهم في هذه الأزمة. والله أزمة كورونا دي أثرت في الشعب كله وفي الدول يعني عامة، يعني أثرت فينا كثير، يعني وقفت الشغل، كان يعني شغلنا ما شاء الله مستمر بعد شيء حتى الثاني بقت شغالين مستمر ساعة ساعتين، يعني بقى يعني شغل متوقف. أعمال الخير لا تتوقف داخل المدينة حتى في جائحة كورونا ومع اشتعال الحرب في أبو غرين، إلا أن أهل المدينة يصرون على الأعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم.